يعني الوجع كبير، إن كانوا مصابين، إن كانوا ضحايا، إن كانوا يمكن ناس موجوعين جسديا نفسيا، ناس خسروا ممتلكاتهم، ناس خسروا كتير أشياء بحياتهم، ولكن بعدهم واقفين. ولا مرة كنا مفكرين إنه يمكن رح نصير عايشين على هامش الحياة، لأنه ناطرين العدالة. دايما منطلب العدالة وين ما كنا، إنما العدالة الربانية هي أهم من كل شيء. لحتى نحكي كمان مع حالة تانية، حالة مختلفة تماما، معنا على الخط مباشرة والدة الضحية الياس الخوري، السيدة ميراي خوري. أهلا وسهلا فيكي. بونجور بونجور باتريسيا. ميراي، يعني بعرف هيدا النهار قديش صعب عليكي. انت خسرتي ابنك الياس الخوري، الشاب ابن ال 14 سنة يلي خسرتيه بهيدا الانفجار، بهيدا النهار المشؤوم، نهار 4 آب 2020. هيدي الرحلة مع العذاب يلي يمكن بتزيد كل يوم عن يوم، واكيد ما بتنقص لانه الشوق بيزيد. خبريني. يعني مثل ما قلت، أصلا الشخص اللي أنا كنته قبل آب 2020 مات، منه موجود بقى في شخص تاني موجود فيني، بيتنفس وبعيش وبيروح، لأنه I'm stuck in life، يعني ما عندك choice إنه بدنا وبوقف، إنه إذا الشيء بوقف على إجري هو لأنه بحس في قضية بدي كفي فيها، وإلا أنا يمكن ما بقدر أوقف على إجري ولا بقدر I cannot function. يعني يعني ما في كلمات بتعبر عن المأساة والوجع الموجود. وهو الوجع كمان، انا بتعرف انه انا عندي ولدين، ولد فقدته، بنتي اللي كل شيء في عمليات عملتها، مع الوجع اللي موجود. يعني انخربت العائله بوقت كنا قاعدين ببيتنا، وما كان في حرب، ما كان في شيء. يعني بنص بيتنا كانوا حاطين نترات على البور الرئيسي للمدينه، وسبع سنين، يعني مش انه حطوه كم شهر او رجع حدا منهم وعي انه لا ما لازم نخزن بهيدي الطريقه. ما في حدا من كل يلي عرف وكل بموقع مسؤوليه عن اي شيء بست سنين، وهلا نايمين ببيوتهم ومرتاحين وما كانه عاملين شيء. والوجع تبعنا وجعين، لانه عندك الوجع يلي هو اللي صار يعني، والفقدان يلي هو شيء ما بينوصف طبعا. يعني. الام بتموت مع الولد يلي بموت، ما تفكري في ام بتكفي، بتكفي بشخص تاني بس ما بتكفي الشخص اللي كان. بس في كمان هيدا الفيلينج اوف انجاستس، هيدا الفيلينج بالظلم يلي بيقتلك من جوا. يعني مش بس في وجع، في شيء هيك بيصير يقتلك كل يوم كل يوم من جوا. ميراي، إذا تحققت العدالة، هل هالشي بخفف من وجعك؟ ما بيخفف الوجع، لا، بس في هيدا القسم الثاني يلي عم بياكلك، نعم، تبع الظلم يلي بتحسي انه هيدا اللي بخف، بس هيديك البارت ما بتخف. يعني لأنه الفقدان صار. الا انه ايه، لانه انا ما في شيء برد لي ابني، واصلا انا انه هيدا القضيه، هيدا القضيه العداله، هي منا قضيه نحن العيال بس، نعم، هيدي قضية الشعب اللبناني. لأنه إذا هيدي القضية مرقت بدون محاسبة، يعني ما بقى في أمل إنه ولا قضية تتحاسب ولا ممكن شيء يزبط بالبلد. صحيح، منكون يعني لازم الشعب اللبناني يطلب هيدا الشيء مثلنا مثله، إذا ما أكتر كمان. نعم. ميراي، قلتي لي انه كمان بنتك انصابت بالانفجار، وكمان عم بتعاني، وكمان يعني من فتره لفتره بعدها عم تعمل عمليات. قديش هالموضوع صعب عليها هي، يعني غير خساره خيا يلي هو يمكن بمرحله نص التاني، قديش صعب عليها انها تكون بعدها عم بتكفي معاناتها يوم عن يوم؟ اكيد. يعني بنتي كانت، أنا بقول ما بعرف، يمكن إلياس كان حدا، يمكن شيء، يعني كنت أعمل عملية وكانت عم تدرس، يعني تعمل عمليات تفوت على الدرس من شغلة لشغلة، وصدقيني ما بعرف كيف، يعني السكارز بعدهم، يعني
كل شيء عملته نعم. at one point she will have to repeat، يعني مش انه عملته وخلصوا، في اشياء كتير رح ترجع تعيدها، يعني رح تضلها كل حياتها بهيدا الشيء. ما بعرف كيف المسؤولين، ما بعرف حدا يعني سأل ولا حدا عنكم من من هالمسؤولين؟ أكيد لا، يعني أكيد لا، يعني مرة واحدة بس وقت صارت الحادثة، في كان وزير التربية إجا زارنا بالبيت، تعزينا يعني بإلياس لأنه كان ستودنت، نسيت باسمين كان وزير التربية، كان قاضي I really forgot his name، لأنه وقتها كمان اللي صار وقتها كان مثل الحلم، يعني في أحداث ما بتذكرها، يعني نعم. مثل اللي كنت مثل I'm floating، يعني طبعا طبعا بفهمك، أكيد بفهمك. فبعتذر كتير إنه مش لا ولا متذكرة يهمك الاسم، ولا بس يهمك، I will أنا look كمان for it. صراحة راح الاسم عن بالي، يعني بفهم. بس غير هيك أكيد ما رح يسألوا، يعني الناس اللي كان السبب بهيدا الشيء ما كيف بدهم يسألوا، اللي طب هن اصلا لو كان عندهم ذره احساس كانوا خلوا هيدا الشيء وعرضوا حياه الناس بكل هيدا السنين، يعني اكيد ما رح يسالوا، ليش هن ما شايفين الناس مش شايفينه. الوزير طارق المجذوب. ايه مزبوط. ميراي بعرف هيدا، يعني قد ما نحكي هيدا الوجع كتير كبير ويمكن بيزيد ما بقل، بس التحركات يلي عم بيقوموا فيها أهالي الشهداء عم بتكون مواكبتيها شخصيا؟ مزبوط قد ما بقدر، لأنه بتعرف أنا كمان عندي شغل، أكيد عم بواكب قد ما بقدر أكيد، بس أكيد بالشق الانترناشنال I'm not missing anything، يعني نعم. عم لأنه بحس أنه في هلأ بالطريقة الأشياء اللي عم بتصير فيها واضح أنه في إرادة لوقف التحقيق المحلي، نعم. فلازم نتوجه لغير طريق، نعم. وأنا من 2020 بلشت هيدا الشيء، لأنه في الألمنت يلي هي أنه في ناس موقع مسؤولية هم اللي إلون إيد أو نعم. أنه اللي أثروا أور واتيفر، فأكيد مش رح يخلوا التحقيق يمشي، يعني إذا على الانفستيجيشن ما أجوا سو ما رح يخلوا التحقيق يمشي. سو أنا من 2020 بلش بأنه look for international avenues، يعني ميراي، يعني بعرف قديش صعب على أم تحكي عن موضوع عدالة وعن موضوع تحقيق وهي خسرت ولدها، يعني ما بقى في شيء بالدنيا يمكن بيعني لها، ومثل ما قلتي مظبوط بتصيري إنسان تاني. أنا بدي أقولك عندك ملاك بالسماء، وبدي أقول لكل أهالي الشهداء أنه أكيد أولادهم من فوق عم يتطلعوا عليهم، وأكيد عدالة السماء أهم وأكبر بكتير من عدالة الأرض. أنا بدي أشكر مداخلتك، بدي أشد على إيدك، بدي أتمنى من ربنا كمان يعطيك القوة ويعطي القوة لكل أهالي الضحايا ولكل أهالي المصابين، لأنه بعرف هاي الرحلة طويلة وهي رحلة العذاب ما بتخلص. شكرا كتير لوجودك معنا. ميرسي باتريسيا، ميرسي لك ولكلماتك الحلوين ولشعورك، لأنه أنا بحس أنه أنت بتحس كتير معنا وفينا. شكرا لك ميراي خوري، والدة الضحية الياس الخوري، شكرا لك.